وللمزيد حول عودة شرطة الأخلاق واستمرار التظاهرات في إيران، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المدحجي. مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الأفاضل. أهلا بكم. بحسب قناة إيران انترناشونال، فإن عودة شرطة الأخلاق في إيران بات واقعا، ماذا يمثل أو تمثل هذه العودة برأيك؟ في البداية يجب أن نشير إلى تدهور الوضع الأمني في إيران خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ذهبت السلطات الإيرانية بإصدار المزيد من أحكام الإعدام، وحتى في حق المراهقين، اثنين من المراهقين الذين إيران اتهمتهم بالإفساد في الأرض والتآمر على الأمن القومي. فهذا يظهر أن إيران لا تشعر بأن القادم سيكون هادئا وسيكون يعني مرنا لها في الداخل. ولهذا السبب، رغم أنها ألغت شرطة الأخلاق قبل ما يقارب شهرين، الآن تعود نفس السياسة للسيطرة على الوضع الأمني الذي إيران خسرت أو تاه من يدها السيطرة على هذا الوضع، وتريد من خلال التمسك بالقبضة الحديدية أن تسيطر على الوضع والذي خسرت هذه السيطرة. من هنا أن يمكن أن نفسر هذا التصعيد الجديد من قبل السلطات الإيرانية على أن الاحتجاجات وتدهور الوضع الأمني خلال الأشهر القادمة هو مرتقب، وهذه التقديرات أدت إلى تغيير وجهة نظر السلطات الأمنية في إيران، وإعادة هذه الميليشيات، هي شرطة الأخلاق ليست شرطة كما تسميها طهران، هي في الواقع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يديرها الحرس الثوري في الواقع، لكن بسبب أن الحرس الثوري ليس لديه صلاحيات قانونية للتدخل في هكذا شؤون، يستخدمون غطاء الشرطة ويقولون بما أن الشرطة مكلفة بالحفاظ على الأمن الاجتماعي والأمن الداخلي للمدن، فهي من حقها أن تقوم بهكذا دوريات، أي دوريات شرطة الأخلاق. في الواقع هذه دوريات أمنية. هل تعني عودتها أو إعادة الدوريات أن النظام يريد أن يعني يستفز أكثر الجماهير الإيرانية، أم أنها أن الوضع الأوضاع ستبت وبالتالي هذه العودة هي طبيعية من وجهة نظرهم؟ لا، الوضع ليس طبيعيا، لأن قبل شهرين السلطات ألغت شرطة الأخلاق وقالت أن هذه الشرطة انتهت مهامها، أي بمعنى أن الوضع بات طبيعيا وليس هناك حاجة أو ضرورة لوجود هذه الشرطة، أي بمعنى رسالة طمأنينة ورسالة تنازل للجهات المحتجة بأنه لا تخافوا، نحن سنكون ملتزمون بما نعده وسننفذ الوعود. لكنه الآن المتغير هو يعني التفسير لإعادة أو إلغاء القرار الذي تم اتخذ أقل من شهرين، هو أن هناك تقديرات السلطات توحي بأن الوضع خلال الأشهر القادمة لن يكون مستقرا، ولهذا السبب السلطات بحاجة إلى إعادة هذه الشرطة من جديد، أو بالأحرى الغطاء لتواجد الكثيف للحرس الثوري، ميليشيات التابعة له في المشهد تحت غطاء وتسمية الشرطة، وهم بحاجة إلى هذه القبضة الحديدية وهذه الدوريات الأمنية، هي ليست لها علاقة بالأخلاق ولا يهم النظام الإيراني لا الأخلاق ولا الحجاب ولا ما شابه ذلك. ما يهم النظام الإيراني يستخدم هذه المصطلحات العريضة والتي لديها علاقة نوعا ما بالشرع، لشرعنة التواجد الأمني في البلاد وعدم الاعتراف بأنه ينفذ حالة طوارئ أمنية داخلية، لكنه لا يريد أن يقول هناك حالة طوارئ، بل يقول هناك تجاوزات على الإسلام ونحن نحافظ على الإسلام. هذه خطاب النظام الإيراني منذ 40 عاما. فالوضع غير مستقر، وهذا هو السبب الرئيسي للتنازل أو العودة عن القرار المتخذ قبل شهرين. هل يمكن لذلك أن يفجر الأوضاع أكثر في ضوء هذا التحدي الواضح من النظام للجماهير الغاضبة في إيران؟
طبعا الوضع هو متفجر اساسا. ان لاحظنا سعر صرف الدولار كمقياس لتدهور الوضع المعيشي في إيران، يعني تجاوز سعر صرف الدولار أرقام قياسية تاريخية لم يسبق لها، ولأول مرة أكثر من 410 آلاف ريال مقابل كل دولار، وهذا يعني المزيد من الثقل على عاتق وعاهل العوائل التي تعاني في توفير القوت اليومي والطعام، ولا نتحدث عن كلفة الحياة، باقي أنواع التكاليف للحياة، نحن نتحدث عن الأساسيات. الآن الأسر تعاني في توفير الأساسيات، وتدهور الوضع الاقتصادي أيضا تفسير آخر، وتدهور وضع صرف العملة الصعبة في إيران هو تفسير آخر لسبب عودة هذه الشرطة، أي شرطة أمنية ليس لها علاقة بالأخلاق، وهذا مجرد غطاء وأكاذيب النظام الإيراني يستخدمه على فرض الغطاء الأمني والقبضة الحديدية الأمنية داخل البلاد. وفي الواقع النظام الإيراني يعيد تموضعه نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وتدهور الوضع الأمني القادم، وبالفعل هذا يستفز الشعب لا شك في ذلك، لكن المستفز يعني ما يستفز الشعب أكثر هو تدهور الوضع المعيشي. نعم، تدهور الوضع المعيشي هو أحد أهم الأسباب لهذه الأحداث أيضا، ولكن ماذا عن الموقف الدولي، موقف المجتمع الدولي من المظاهرات، وهل تعتقد بأنه قادر على استمرار دعم المتظاهرين؟ يعني الدعم للمتظاهرين بالنسبة للدول الغربية والموقف الدولي يقتصر على إصدار بيانات، يعني هو لا يتجاوز الضغط السياسي والدبلوماسي على النظام الإيراني حتى يرغمه على الجلوس على طاولة مفاوضات وفق مصالحه، خاصة هنا الحديث عن ألمانيا، فرنسا وبريطانيا في هذا الملف، التي لا تريد، هذه الدول أساسا هي تدعم النظام الإيراني، وهي التي ذهبت وجلست مع هذا النظام الذي يدمر المنطقة ويدمر إيران، واتفقت معه في ضمن ما يسمى بالاتفاق النووي، والآن تضغط على هذا النظام من هذه البوابة لإعادة النظام الإيراني إلى الأطر التي يسميها الغرب بالاتفاق النووي وإطلاق المزيد من الفتنة في المنطقة. فهذه القوى التعويل عليها لا يتجاوز البيانات والإدانات، ولن نرى ولن نشهد ضغوط حقيقية من هذه الدول على إيران إلا قليلا ما الولايات المتحدة التي تضغط بفعل العقوبات التي فرضها ترامب وليس إدارة بايدن. وإدارة بايدن حتى اللحظة يعني رفعت بعض القيود على تصدير النفط الإيراني، وإيران تمكنت من تصدير النفط، لكنه لا يزال العقوبات الأمريكية تؤذي النظام الإيراني، وهذا هو سبب تدهور وضع العملة الصعبة وقيمة العملة الصعبة داخل إيران. الدول الأوروبية لا تعويل عليها، هذه الدول لا تريد من إيران إلا التعاون، ولن تذهب باتجاه الضغط الحقيقي على النظام الإيراني. وبالمناسبة في العراق نرى معالم هذا التعاون بشكل واضح بين إيران والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا داخل العراق، الآن هناك تعاون واضح، وبريطانيا أيضا بين السلطة الحاكمة في العراق المدعومة من إيران وهذه الدول الأوروبية التي تعقد صفقات بالمليارات، منها شركة توتال أكثر من 20 مليار دولار صفقة مع العراق. فالموضوع بالنسبة للدول الغربية لا يتجاوز هكذا تعاون اقتصادي وتعاون أمني بينها وبين إيران في المنطقة. ما الذي يضمن استمرار المظاهرات بهذا الشكل الذي تتحدث عنه، طالما أن كل ما يدعم المتظاهرين من يعني أدوات أو ما إلى ذلك هو في الحقيقة ضعيف؟ يعني الوضع في إيران داخليا منهار، المشكلة هي ليست خارج إيران بقدر ما داخل إيران، سوء إدارة البلاد، الفساد المستشري بين السلطة في جميع مستويات السلطة في إيران، وعدم قدرة هذه السلطة على تخفيف الضغط على الأسر واليأس من إصلاح الوضع، هذا هو المحرك الرئيسي. يعني أن السلطة في إيران توازي شعب، ولا والشعب بالمناسبة البعض يقول بأنه ولا عرب أو بلوش، لا، الاحتجاجات غالبية الاحتجاجات الآن في مدن التي محسوبة على المكون الفارسي في إيران الذي استاء من هذه السلطة بسبب سوء إدارة البلاد. والنقطة الأخرى
التي لم نسمع عنها أو نسمع عنها قليلا في وسائل الإعلام هو صراع بين الأجنحة داخل إيران، يعني الشعب مستاء منتفض وهناك أجنحة متصارعة داخل إيران، وبعض الأجنحة تساعد هذه الاحتجاجات، ليس بمعنى أن هذه الاحتجاجات مرتبطة بالسلطة، لا، هناك أجنحة داخل السلطة تستغل الوضع، وهذا نراه لتحقيق بعض المكاسب الداخلية للنظام. شكرا لك أستاذ محمد المدحجي المتخصص بالشأن الإيراني.